النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. جمعة مباركة نتمناها للجميع. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها أو سنتحدث عنها خلال هذه النشرة، وهي درجة حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيضا ليالي معتدلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن هناك مؤشرات لكتلة هوائية حارة متوقعة أن تؤثر على المملكة اعتبارا من بداية الأسبوع. أنتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية من السبت وحتى الاثنين، والتي توضح تمركز الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة اعتيادية يوم السبت في عموم منطقة شرق البحر المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، لكن ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم السبت مقارنة بما سجلته خلال الأيام الماضية وأيضا خلال يوم الجمعة. لكن اعتبارا من يوم الأحد هناك كتلة هوائية حارة متوقعة أن تؤثر على المملكة، وبالتالي ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد والمزيد من الارتفاع يوم الاثنين بحول الله. ننتقل الآن إلى خرائط هبات الرياح المتوقعة من السبت وحتى الاثنين، ولتوضح استمرار لهبوب الرياح الغربية تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، تنشط هباتها قليلا في المنطقة الشرقية تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محدود. ننتقل الآن لتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، والتي حيث يكون الطقس صافي مع 21 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، طقس صافي يوم السبت 30 إلى 23، أما يوم الأحد 32 إلى 25، ويوم الاثنين المزيد من الارتفاع 34 إلى 24. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.